بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 107. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال: قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد سمع سلمان بن أبي زينب وعمر بن الحارث، سمع سعيد بن سلمة، سمع أبان، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في النهي عن مشاركة الكفار في أعيادهم والتشبه بهم في ذلك، ومضى كلام طويل ويأتي أيضا كلام، لأن الموضوع مهم جدا. نعم. قد وقع كثير من المسلمين اليوم في هذا المحذور إلا من رحم الله عز وجل. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني، ثاني الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فها هو يحذر من أعياد المشركين، فدل على تحريم مشاركة المشركين في أعيادهم، تشبه بهم فيها. نعم. قال: وروى بإسناد، يعني البيهقي كما تقدم في الحلقة السالفة، وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وهذا وعيد شديد في أن من ساكن المشركين وهو يقدر على الهجرة وشاركهم في نيروزهم ومهرجانهم، يعني في عيدهم، شاركهم في عيدهم، صنع نيروزهم ومهرجانهم واستمر معهم حتى يموت، أنه يحشر معهم يوم القيامة. وهذا وعيد شديد ينفر المسلم من السكنى في بلاد الكفار وهو يقدر على الهجرة بدينه، وينفر من مشاركتهم في أعيادهم سواء كان في بلادهم أو في بلاد المسلمين. لا تجوز مشاركة الكفار في أعيادهم لما في ذلك من النقص على المسلمين وتشجيع الكفار، ولما في أعياد الكفار مما يأتي ذكره من المنكرات والكفريات والضلالات. نعم. صلى الله عليكم. قال: وهكذا، وقال هكذا رواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله. وبالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم نيروزا. قال أبو أسامة: كره رضي الله عنه أن يقول نيروزا. قال المحقق:
في السنن الكبرى فيروز بالفاء، ويظهر أنه الأصح. وهذا أيضا عن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه استنكر الهدية التي أهديت إليه بمناسبة النيروز وهو عيد الفرس، وقال إن المسلمين في كل يوم لهم فرح وسرور، لا يختص هذا بعيد الكفار، اصنعوا كل يوم نيروزا. فالهدية مطلوبة في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. والهدية تسل السخيمة كما في الحديث، لكنها لا تتحدد في وقت معين، وأيضا إذا جعلت في مناسبة عيد الكفار صار هذا تعظيما لعيدهم ومشاركة لهم في ذلك. نعم. قال البيهقي: وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لما يجعله الشرع مخصوصا به. نعم، هذا شرح البيهقي رحمه الله راوي الحديث، لكون علي رضي الله عنه استنكر هذه استنكر الإهداء في هذا اليوم لما فيه من مشاركتهم في عيدهم. وهذا يرد على الذين يتهادون الآن الزهور مناسبة عيد الحب كما يسمونه، أو أي شيء يختص بأعياد الكفار فلا يجوز العمل به. نعم. السلام عليكم. قال: وهذا عمر رضي الله عنه نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني نهى عن الدخول عليهم الكنيسة في أعيادهم لما في ذلك من مشاركتهم وتشجيعهم وموافقتهم على هذا العيد الباطل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فكيف بفعل بعض أفعالهم؟ لما ذكر نهي عمر عن تعلم لسانهم ومجرد الدخول عليهم، قال: فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ نعم، إذا كان عمر رضي الله عنه استنكر الدخول عليهم في يوم عيدهم مجرد الدخول، واستنكر التكلم بلغتهم من غير حاجة وضرورة، فكيف بالذي يعمل أعمالهم في هذا العيد الذي يخصونه به؟ فهذا تعظيم لعيدهم، ولا يليق بالمسلم أن يعظم أعياد المشركين. نعم. قال: أوليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ إذا كان عمر استنكر مجرد الدخول عليهم في الكنيسة، مع أن الدخول في الكنيسة مباح، الدخول في الكنيسة مباح في الأصل، لكن إذا كان لمناسبة عيدهم صار محرما، لأن في هذا تشجيعا لهم على عيدهم ومشاركة لهم. فكيف إذا عمل عملهم، صنع الطعام أو أكل من طعامهم في مناسبة العيد، أو لبس لباسا خاصا، أو أهدى هدايا بخصوص هذا اليوم؟ فالأمر أشد في هذا. نعم. وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو في بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ وهذا من المحاذير التي تكون في مشاركة الكفار في عيدهم، أنه ينزل عليهم الغضب لما يعملونه فيها من الكفريات والشركيات وما يسخط الله سبحانه وتعالى والابتداع. فمن دخل عليهم أو جلس معهم فإنه يناله من العقوبة من الله التي تنزل ما يناله. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ثم قوله: واجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ ف
فكيف بمن عمل عيدهم؟ إذا كان عمر يقول اجتنبوا أعداء الله، اجتنبوهم في عيدهم، يعني لا تجلسوا معهم، لا تدخلوا عليهم، لا تعملوا شيئا من أعمال يوم عيدهم، فهذا أشد العمل، أشد من مجرد الدخول. وقوله اجتنبوهم يشمل اجتنابهم في كل شيء في هذا اليوم. نعم. قال: وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. قال: وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركته في مجموع هذه الأمور. نعم، إذا شاركهم بمجموع الأمور هذه فظاهر كلام ابن عمرو أنه يكون كافرا وأنه يحشر معهم لكفره. أما إذا صنع بعض هذه الأشياء فإنه يكون عاصيا وعليه من الإثم بمقدار ما عمل. نعم. قال: أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه. ظاهر لفظه التكفير في هذا الأمر إذا فعل كل هذه الأمور التي ذكرها، وإن كان كلامه يحتمل أن هذا من باب الوعيد وأنه لا يكفر بذلك، وإنما يكون قد فعل كبيرة أو كبائر من كبائر الذنوب. إذن فالخطر شديد، الخطر شديد جدا. نعم. قال: فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة، لم يجز جعله جزءا من المقتضى. نعم، هذا سبق أنه إن شاركهم في جميع أعمالهم صار ظاهر ما جاء في حديث ابن عمرو أنه يكون كافرا، لأنه يقول حشر معهم. وأما إذا فعل جزئية من الجزئيات أو خصلة من الخصال التي يعملونها في عيدهم فإنه يكون عاصيا، لأن الكل محرم والمجموع أشد. نعم. قال: إذ المباح لا يعاقب عليه. نعم، فكونه يستحق العقوبة ويحشر معهم هذا الدليل على أن هذا الأمر ليس مباحا، وإنما هو محرم شديد التحريم، وهو مشاركة الكفار في أعيادهم وتشجيعهم عليها والاحتفال بها. نعم. قال: وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردا. نعم، إذا ذم على مجموعة أمور فإنه يذم على بعضها أيضا، لأن الذم يشملها جميعا مجتمعة ومتفرقة. نعم. وإنما ذكر والله أعلم من بنى ببلادهم لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم. نعم، كانوا في عهد عبد الله بن عمرو ممنوعين من أن يظهروا أعيادهم في بلاد المسلمين، وإنما يدل حديث بن عمرو على أنه يفعل هذا في بلاد الكفار. المسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار فإنه لا يشاركهم في أعيادهم وأحكام ملتهم ولا يجاملهم في هذا الأمر، لأن المطلوب أن يظهر دينه، أن يظهر دين الإسلام ولا يخضع لدين الكفر. وهذا ينبه عليه هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفار اليوم ويجلسون المدة الطويلة، أنهم حتى وإن عذروا في بعض الأحوال فإنهم لا يجوز لهم مشاركة الكفار في شيء من أمور دينهم وبدعهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ كره النيروز، والنيروز اسم من أسماء عيدهم، وهذا ينبه على أنه لا ينبغي أن تسمى الأشياء بأسماء أعجمية، لا سيما إذا كانت هذه الأسماء الأعجمية من طقوس دينهم وأعيادهم كالنيروز والمهرجان. نعم. قال: وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك،
وذكر أصحابه مسألة العيد. نعم. وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك. نعم، نص أحمد الإمام أحمد رحمه الله على مضمون ما جاء عن الصحابة من النهي عن التشبه بالكفار في عيدهم أو مشاركتهم أو تشجيعهم على ذلك. نعم. وذكر أصحابه مسألة العيد. نعم، ذكر أصحاب الإمام أحمد عن الإمام أحمد مسألة العيد، وأن المسلمين لا يحيونها ولا يهتمون بها، عيد الكفار. نعم. وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم. نعم، والقاضي أبو يعلى من كبار أصحاب مذهب الإمام أحمد، وقد نص على منع حضور أعيادهم. نعم. وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر: فصل، لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنة، واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. نعم، وهذا ابن البغدادي، هذا ابن البغدادي وهو من الحنابلة، من كبار الحنابلة، وله مؤلف في الفقه، ذكر هذه المسألة، وأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، فيكون مذهب الإمام أحمد على وفق ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما. نعم. واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: الشعانين وأعيادهم. سبق تفسير الآية، وأن من معاني الآية أنها نزلت في أعياد الكفار، وإن كان معناها أوسع كما سبق. نعم. لكن من معانيها أن المراد بالزور عيد الكفار، فتكون الآية دالة على تحريم ذلك أيضا، مع كلام الصحابة ومع الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعموم قوله: من تشبه بقوم فهو منهم، وكلام الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين كعمر وعلي. فالأمر في هذا واضح في بما ورد في الكتاب والسنة وقول الخلفاء الراشدين، أن هذا أمر لا يجوز التساهل به ولا التغاضي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنة. هذا سبق أنه لا يهدي في مناسبة عيدهم ولا يقبل هديتهم بمناسبة عيدهم، أما ما يباع من الفواكه ومن الأطعمة فهذا شيء مستعمل دائما في أسواق الناس من مسلمين وكفار، وهو من الأمور المباحة، فهو يشتريه لا على أنه بمناسبة عيدهم، وإنما جريا على ما كان من قبل ومن بعد من تسويق السلع والفواكه والأطعمة وغير ذلك. نعم. نص عليه أحمد في رواية مهنة، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. نعم، ما يجلب فالأصل الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة والحمد لله، والأسواق بعيدة عن كنائسهم وعن أعيادهم. نعم. يقول: وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسين أجلهم، أو قصد البائع، يعني القاصد ليس المشتري. المشتري قصد. وقال الخلال في جامعه: باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين. الخلال هو من تلاميذ الإمام أحمد، هو من تلاميذ تلاميذه أبو بكر الخلال، وقد قام بجمع مسائل الإمام أحمد وفتاواه وأقواله في جامع كبير يسمى جامع الخلال، وهو جامع مشهور، ولكنه مع الأسف فقد، ولم يوجد منه إلا بعض أجزاء أو قطع، فهو كتاب حافل وجامع يسمى جامع الخلال. نعم.
ماذا قال؟ قال وذكر عن مهنة قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والدقيق والبر والشعير وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. نعم، هذا يؤيد ما سبق، هذا جامع الخلال، وأن صاحب الإمام أحمد مهنا الشامي سأله فيما يجلب في الأسواق وإن كان يوافق أيام أعيادهم أنه لا بأس بالشراء، لأن هذا مستمر في طول السنة وليس في خاص في هذه الأيام، فما يجلب من المباحات ومن السلع ويسوق في الأسواق فلا بأس للمسلم أن يشتريه وأن يستعمله. نعم. قال رحمه الله فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم، فعلم منه منعه من دخول بيعهم. نعم، ففرق الإمام أحمد رحمه الله بين دخول في بيعهم والشراء منها أو الاستطعام منها، وبين أن يجده يجلب في السوق ومعروض للبيع في السوق جريا على العادة، والله جل وعلا أباح البيع والشراء في جميع أيام السنة. نعم. قال وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم. نعم، من دخول كنائسهم أو الظهور بمظهر الاحتفاء بأعيادهم ولو لم يدخلوا عليهم، فإذا تظاهر أحد من المسلمين بمظهر شعار الأعياد الكفرية فإن هذا ممنوع ولا يجوز. وإن كان في داره. نعم. وإن كان في وإن كان في داره وإن كان في المسجد. ولو كان في المسجد، إذا لبس اللباس الخاص بعيد الكفار أو اللون الخاص فإن هذا لا يجوز له. نعم. قال وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل كفعلهم. نعم، مطلقة أن يفعل كفعلهم مطلقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، دخل المؤلف في قوله أما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية، وهذا ندع إن شاء الله الحلقة القادمة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.